الدخول على النساء، يحرم على المسلم أن يدخل على النساء. الأصل أن الرجال يبتعد عن النساء، لا اختلاط في الإسلام بين الرجال والنساء. الآن في المساجد، هل الرجال يصلوا مع النساء؟ لا، هذا في المسجد الرجال يبتعد عن النساء. كذلك في الجلوس في الزواجات لا يمكن أن يختلط الرجال بالنساء. هذا يقول هذا بيت أخي، وهذه زوجة أخي، سئل عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن أقرباء الزوج، قال الحم والموت، هذا الموت الدخول على النساء. نبي صلى الله عليه وسلم أن شلائتها الحمو، يعني أقرباء الزوج، أقرباء الزوج نأجد هان رقا فان أول ربا قدينا كسلام الحمو والموت. نعم، إذا لا يمكن أن المسلم يدخل على النساء الأجانب. دوشنا برا جيني إسلام كمن أجو دكان سترايبان تي لا يلين مع المرأة في الكلام، يعني الآن أرى تهاون في كلام الرجال مع النساء. الإسلام أغلق هذا الباب بغض البصر وأن لا تتكلم بكلام لين، لا تتكلم في أي وقت. الإسلام كبان بد نو جرا مويني ثم عندنا في المجتمع يعرف النساء يعرف بعض الرجال، يقول هذا لا يتكلم مع النساء، هذا الرجل يبتعد عن النساء، وهذا الرجل يقول هم النساء يعرفوه، يقول هذا لا يبالي ويتكلم مع كل مرأة. من براخله تروبان تسكول ها مدالي جي جي موينه براخ هاي من براخله تروبان تلبي ها جي ملوك دالي جي mình bậc càng nhị dây chỉ môi nên sạch tay rồi có nhị dây ta mà bay để còn chọn.